يا نهارك اسود يا هدهد، زار عايز تعملني زار؟ وماله الزار بس، ده جميل، هتلف لفتين مع الناس ويا وهتبقي زي الفل. لا انت خلاص اتجننت رسمي باين عليك. لا انا هتجن الرسمي بقى فعلا لو فضلنا في العشوائيه اللي احنا فيها دي. ما قلت لك تتنيل وتروح لدكتور. دكتور ايه؟ هو الدكتور يعرف الزار بيتعمل ازاي؟ ما يعرفش. ما تكبريش الموضوع بقى، الحكايه مش مستاهله. امال مستاهله اروح اتمرمط انا في زار؟ مش هتتمرمطي، هتبقي زي الفل والله، هتلف لفتين مع الناس بس مش اكتر وهترجعي بني ادمه. لا انا لا يمكن اعمل حاجه زي كده. زار يا لهوي. ما هو انت لازم تروحي الزار، عارفه ليه؟ عشان انت ملبوسه. انت ملبوسه يا هانم، انت عليك عفريت لازم نشفطه من عليكي عشان ترجعي انسانه. عليا ايه يا هدهد؟ انت عايز تجنني؟ انا بحميكي صدقيني، عشان انت حبيبتي. حبيبتك؟ والله العظيم انت حبيبتي وانا بموت فيكي. اسمعي بس مني، هنروح الزار نلف لفتين مع الناس، نغني اغنيه ما حدش فاهم هي بتقول ايه، تمام؟ يتدبح علينا فرخه، الدم يجي في وشنا، ننتعش، نكمل الحياه. يلا يلا يلا، ما تضيعيش وقت، الزار قريب. يلا يلا يلا. بلهاش مؤخرة ده بدرية، الوال محبوس جواها وهي عايشة فيه، عاملين زي العاشق والمعشوق، زي الأرابيسك اللي عاش طول عمره يتعلمه. متخافش عليها عم بلال، سلطان مش صغير. المصيبة انه كبر، وكبر معاه حاجات كتير، لما فاق ملقهاش حواليه، لا الأرابيسك له سوق ولا فرح حد عارف لها مطرح. طب انت ايه اللي مخوفك قوي كده؟ ما هو ياما اتاخر وبات بره كمان. كانت فرح هنا وكان لازم هيرجع لها، دلوقتي سلطان طاش، عقله طاش وراها، والله اعلم عقله ده هيوديه لغايه فين. صدق يا عم بلال اني حبيت حبه ليها من كتر كلامك عنه وعن حكاياتك اللي ياما حكيتها عن عشق سلطان لفرح، وكتير قوي كنت بحسدها، أقول لنفسي معقولة يا بنت هيجي عليك يوم وتتحبي بالشكل ده؟ الظاهر يا بدرية إن احنا كلنا عشقنا حبه ليها إلا هي الوحيدة اللي ما حسيتوش. معقول في واحدة تتحب بالشكل ده وما تحسش؟ دي تبقى عمي. لا مؤاخذة أنا مش قصدي. لا 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 يا بنتي ولا يهمك، العمى مش عينين ما بتشوفش يا بنتي، العمى في القلوب اللي ما بتحسش، وعشان كده أنا عمري ما حسيت إن أعمى. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب.